والله دي قصة طويلة قوي. معلش بادئين سخنين يعني. والاغنية اتشهرت جدا وانا محدش يسمع عني خالص. اسكندراني ولا ايه؟ لا بس بحب اسكندرية جدا. معلش انا اسف بس يعني الاغنية حلوة قوي. والله انا غش كده رد انا سمعته من صديقي تامر حسين. عايزك تبطل غنى. انا مش عارف اجمع الكلام. يا حبيبي ربنا يخليك ده انت اللي عندك ذوق. قال لي تعالى بقى ونشتغل ونجرب ونعمل وبوظت له اغاني كتير قوي في البداية. مين المطرب اللي لما بتسمع اغانيه بصوته بتتسلطن قوي؟ انا هقول لك، لما دايما بتسال على مشواري ما بعرفش ابتدي منين. ليه بتعملوا معايا كده؟ ليه؟ يعني ما تاخدونيش معاكم ليه الحتت دي؟ المناطق دي يعني انت بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي. نغني الاغنيه دي اول مره اغنيها في حياتي على فكره. حصري يا جماعه. ده حصري جدا. والله يا جماعه ما عايز اقفل معاه، انا بتسلطن جدا يا حبيبي. حبينا وتحبينا والليله غاليه علينا، تعالى يلا بعيد على عين حبيبي تيجي نختفي ليلتين. ان شاء الله تعجبك. الله حلوه قوي. مديان ازيك؟ نورت دبي وبنرحب بيك في برنامج مساء الامارات. ازيك؟ وانتوا اللي منورين الدنيا، وتحيه لكل الامارات وكل اهل الامارات. مديان، مش عارف اقول لك دي مشكله ولا حاجه حلوه، الملحن سبق المطرب ولا المطرب سبق الملحن؟ والله دي قصه طويله قوي. اصل انا يعني معلش بادئين سخنين احنا. لا لا انا هقول لك، لما دايما بتسال على مشواري ما بعرفش ابتدي منين. فانا مشواري من وانا صغير، ومثلت طبعا في مسلسل ام كلثوم، وكنت اخو ام كلثوم الشيخ خالد. طبعا. فكان مشواري احنا قلنا كده يا جماعه في الانترو على فكره. أيوة. معلش احنا. انا كان مشواري بدا من وانا طفل، بعد كده جت بقى المرحله الفارقه، فبدات الموضوع ان انا مضيت مع الفنان محمد فؤاد. طبعا اول اغنيه في حياتي. لا ما فيش الحان لسه. انا كل ده مطرب. فمضيت معاه واشتريت اغنيه اصلا من الملحن، كان ساعتها مكسر الدنيا كمان وربنا يكرمه دايما، الملحن عصام اسماعيل، وكلمات محمد جلال وتوزيع عادل عايش. كمطرب انا شاري شركه أغنية. محمد فؤاد في شركه محمد فؤاد، بس قبل ما ادخل الشركه كنت شاريها. ودخلت بيها لمحمد فؤاد وتعرفت عليه، والراجل بصراحه رحب بيا جدا جدا وكان حبيبني جدا، فبدأت ان انا اكتب ولحن مع بعض، اعمل حاجات كلماتي والحاني، بس برضو ما كانتش بروفيشنال قوي يعني. ما تسمعني اللحن اللي انت كنت عامله اول لمحمد فؤاد. نغني الاغنية دي اول مرة اغنيها في حياتي على فكرة. حصري يا جماعة. ده حصري جدا. ريتا ما انا لو بحب واحد جيت في يوم على باله كان جاني قوي، في ألف واحد راح عليا يسألوا. لا خطيرة قوي، خطيرة يعني خليل. ازاي محمد فؤاد ما غناش؟ هي حصلت حاجة كده، ان لقيت بصدفة غريبة جدا ان هو عامل اغنية برضو كانت مشابهة، اللي هي كانت حبيبي ياه. و يعني ما ينفعش ناخد اغنيتين كانت في نفس الموضوع. بس انا كنت عاملها قبل كمان ما هو يشتغل حبيبي ياه. سبت الشركة مع محمد فؤاد وقعدت فترة صغيرة جدا بعمل برضو، بحاول ان انا اشتغل مع شعراء، وكان في الفترة دي الشاعر الكبير مصطفى مرسي قال لي تعالى بقى ونشتغل ونجرب ونعمل، وبوظت له اغاني كتير قوي في البداية. فلحد ما عملت اغاني حلوة وتعرفت على الشاعر احمد شتا، واشتغلنا مع بعض اغنية اسمها كل اللي كان جوا مني كأنه كان يا مكان، هبعد بعيد غصب عني صعب ادي خاين امان، انسى الجرح والاسية ولا الالم والعذاب، تحلف وتكذب عليا تحلف بايه كذاب. الله، انا اول مره اعرف ان الاغنيه دي لحنك. دي مش لحني، ده غنية كمان. انا غنيتها ونزلتها في هاي كواليتي. والاغنيه اتشهرت جدا وانا ما حدش يسمع عني خالص. وفجاه اتشهرت في الافراح الشعبي. وغناها المطرب الشعبي الجميل رضا البحراوي. وناس كتير يعني، محمد شاهين قال لي ده انا اشتغلت بيها في افراح كتير. مصطفى حجاج قال لي انا غنيتها كتير جدا. بس كانوا بيغنوها بطريقه يعني موال شعبي شويه. موال بس موال. نفس اللحن ونفس الكلام. انتجت اغنيه على حسابي اسمها هقدر.
يعني لسه كنت هقول لك عمرك اطول من عمري. هي دي حقدر بتاعت تامر عاشور. فانا قلت طب انا يعني انا نفسي اغنيها، بس في نفس الوقت انا في صراع كبير مع فتره كبيره فشلت فيها كتير كتير، واقوم واقع واقوم واقع. طب ايه رايك نغني حقدر ونغني ثلاث اغاني كده من السنه دي اول سنه؟ يعني غني اقدر، يعني هقدر حاجه مستخبيه وشخصيه عنيده يعني غني ثلاث ميكس كده ميدلي كده من ثلاث اغاني يعني. هقدر ايوه هقدر بعد منك عايش وافكر في اللي جاي ولا عمري هندم على اللي راح، غلطة ومش هكرر غلطتي وياك ولا ارجع لك في يوم في حد يرجع لي اللي راح. خلاص خدت فلوس اغنية هقدر ورجعت البيت، ده كان بالنسبة لي من اهم النجاحات اللي حققتها لاسرتي. فاكر مش هقول لك فاكر المبلغ، بس فاكر الليله دي بالذات طبعا بقول لك ده كان بالنسبه لي اول نجاح حقيقي قبل ما تنزل الاغنيه كمان. رحت اتعرفت على الموزع احمد ابراهيم، ده حبيبي وحبيبي وصديقي، حبيبنا كلنا وبحبه جدا، واشتغلنا مع بعض اغنيه حاجه مستخبيه مع برضو الشاعر الجميل وحبيبي محمد عاطف، وعملنا الاغنيه وانا طمعت فيها ليا اعملها بدل بقى هقدر. احمد ابراهيم سمع الاغنيه لحمائي، حمائي اعجب بالاغنيه، فحسيت ان خلاص هو الطريق اللي بيترسم لي بجد ان انت تبقى ملحن، ان انا ابقى ملحن. نزلت لي بقى اغنيه حاجه مستخبيه من دقيقتي، وشخصيه عنيده الاصاله وبجد اتجنن لاصاله برضه، لاصاله، واغنيه اسمها لو اقول لك لاليسا، ده في رمضان 2012، عمري بقى ما انسى التاريخ ده كمان. في رمضان 2012 نزلوا كل الاعمال دي، وبقيت انا موجود بقى بجد كملحن عمل اعمال مهمه لنجوم كبار قوي. الله يخليك. التعامل مع تامر عاشور، مع رامي جمال، مع مطربه زي انغام، طبعا احنا بنوجه لها تحيه وبنحبها جدا، انغام طبعا اسم كبير وصوت كلنا بنحبه، بس التعامل مع حد فاهم مزيكي قوي بيبقى مريح على فكره، التعامل مع الملحنين، لان هو عنده اللي يعرف يعمله لنفسه، فبيبقى بينقصه مثلا اغنيه معينه بشكل معين، فلما يسمعها من مدين يقول انا نفسي اخد ده على طول. ممكن تبطل تلحين او تقلله زي تامر عاشور وتبقى بتغني بس؟ والله لا، ده يعني تقريبا مش يعني حتى لو فكره الغنى دي كملت ان شاء الله في يوم من الايام وربنا كرمني بيها، موضوع الالحان ده انا نفسي حبيته. يعني انا سعادتي بتبقى كبيره جدا لما اسمع اغنيه من الحاني بصوت حد من النجوم الكبار اللي انا اشتغلت معاه، بقعد اتفرج كده على اي حاجه من اللي انا اشتغلتها، كنت بقعد اقول الحمد لله ان ربنا كرمني طبعا الكرم ده، لان انا ما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان انا اعمل اغنيه للفنان الفلاني او الفنانه الفلانيه، انا ما كنتش احس ان انا يعني الحاجات ده كان حلم كبير جدا عليا، وكان في البدايه انا ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اعمل اي حاجه من الحاجات دي، فكل نجاح انا بحسه بيسلطني وبيبسطني وبيوصلني لحاله كده ان انا مبسوط الحمد لله ان ربنا وصلني المكانه دي وربنا يكملها على خير باذن الله. طب تغني لنا حاجه كده؟ تعمل حاجه لبهاء؟ طبعا عامل بهاء سلطان طبعا. عامل له حاجه لبهاء. لما تبقى الدنيا قاسية وشفت واحد كان بيضحك ابقى ركز، كان بيضحك بعد فرحة ولا من كتر العذاب، واما وسط الضلمة تلمع حد طول الوقت ساكت ابقى ركز، هو ده سكوت حد رايق ولا ده سكوت اكتئاب؟ طب لعلمك ايوه بضحك بس من كتر العذاب، طب لعلمك برضو ساكت بس ده سكوت اكتئاب، قلبي شايل جوا مني هم لو هو اللي شالني اكيد هكون
فوق السحاب. الله الله الله، انت تعبكيني. ربنا يخليك. ربنا يخليك. تسلم. في مطرب ما اشتغلتش معاه ونفسك تلحله اغاني؟ انا مثلا ما اشتغلتش مع الفنان حسين الجسمي، انا بموت في صوته وبحبه جدا. يليق معاك جدا. اه جدا. انا بحبه قوي. رحنا للفنان حسين الجسمي واستقبلني استقبال حلو قوي 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 قوي. هو راجل فنان جدا، ويعني فنه انا من معجبينه بصراحه. يعني بشوفك دايما مع تامر حسين على السوشيال ميديا وتوما. بص، انا تامر بالنسبه لي مش مجرد اشتغلنا مع بعض اغاني حلوه، ده صاحبي وشريك نجاحات كتير جدا، بس في نفس الوقت صاحبي بقاله سنين وعشره عمر كبيره قوي قوي. يعني احنا بقالنا نعرف بعض تقريبا من 12 سنه 13 سنه حاجه كده يعني. ونفس الكلام توما كان في بداياتي كملحن، كنا بنشتغل انا وهو برده، كان هو لسه بيبتدي يشتغل مع حمائي في الالبوم بتاعه، وكانت عشرتنا مع بعض برده بقالها سنين كتير جدا، وكان لسه يعني ما اشتغلناش بالكثافه مع بعض دي. نلعب بقى. يلا نلعب. مديان دموعه اقرب ولا ضحكته؟ على حسب. انت لسه مبكيني دلوقتي. بس خلي بالك، انا يعني انا جوايا دايما المشاعر وناقدها، يعني بحب افرح جدا، وبحب برضو اعيش اللحظات اللي هي الجارحه في الحياه دي، لازم اعمل لها وقفه. تحب التلحين اكتر ولا الغنى؟ انا بحب الفن كله. انا عايز اقول لك، انا بحب امثل واغني وارسم ولحن، انا بحب الفن عامه، بحب اسمع مزيكا، بحب اسمع كل انواع المزيكا اللي موجوده، شرقي غربي اجنبي عربي، لغه ما افهمهاش كده. الاكل الصحي ولا الفاست فود؟ لا ده طبعا فاست فود طبعا. طبعا حد يقول لسه عنا. مالناش في الوجع القلب ده. الجواز عن حب ولا بالورق والقلم؟ لا حب طبعا. انا متجوز مراتي بصراحه عن حب وعشره عمر كبيره. تسكن على البحر ولا في بحر؟ طب انا بعشق البحر. اي اصل احلى حاجه. انت جبت احلى حاجه خلاص. طيب نركز بقى في الاسئله دي. لو خيروك بين ديو مع عمرو دياب، مع محمد فؤاد، مع محمد منير، هتختار مين؟ والله بص، مش عايزين حيديه، هم يا جماعه هو الثلاثه بيحبكم واكيد بيحب يشتغل. اصل انا بحبهم هم الثلاثه، اللي هيوافق فيهم انا معاك. اللي هيوافق اختار لي الثلاثه. انا موافق. لو خيروك بين اغنيه دراما لإليسا، اغنيه رومانسيه لحمائي، او اغنيه ترقص لاي اسم انت تختاره. اغنيه ترقص لاي اسم انت تختار. طب انا اختار اغنيه ترقص لإليسا مع حمائي. دويتو. لا اصل خلي بالك، انت بتقولي على اغلى اتنين، يعني مش اغلى اتنين، دول من اغلى اتنين عندي، لان برضو كل اللي اشتغلت معهم والله غاليين، بس انا ليهم هما الاتنين بالذات غلاوه عندي. يمكن كمان حمائي ليه غلاوه خاصه بشكل ان ده مش بس بالنسبه لي فنان، ده حد وقف معايا في فرحي وفي حزني. ده انا عايز اشكره كمان من خلال البرنامج بتاعك. انا دايما انا والله كل ما بيجي سيرته، بس انا بقول لك على حمائي بالذات الغلاوه بتاعته انه كان معايا في فرحي وفي حزني بنفس القلب. طيب ما تغني لنا حاجه لحمائي بقى وحاجه لإليسا. استغلك حمائي. نغني في جوه قلبي حاجه مستخبيه، كل لما باجي ولا فجأة مش بقدر، قدام عينك بقف وبنسى ايه اتقال، ليه كل مرة يجرى فيها كده ليا. تختار منصب في نقابة الموسيقيين، اغنية مع مطرب عالمي، تتجوز اديل. اديل؟ لا اغنية مع مطرب عالمي. احنا ناس متجوزين ومش عايزين. لا طبعا اعمل اغنية مع مطرب عالمي طبعا. يعني قول لي ايه اللي جاي عندك وغني لنا حاجة بقى. اللي جاي ان شاء الله، يعني هي بداية سنة حلوة، عاملين شغل حلو نازل. انا نازل لي اليومين دول يعني اغنيتين مع رامي صبري، وفي اغنية اسمها عنها المركب ما مشيت، فاكر نفسك هدية، دي كلمات احمد علي موسى وتوزيع جلال حمداوي. سمعنا كوبليه من اي واحدة فيهم؟ طب اغني حتة من حبينا وتحبينا والليلة غالية علينا، تعالى يلا بعيد عن عين،
حبيبي تيجي نختفي ليلتين. في تحضيرات على حاجات كتيره ان شاء الله ربنا يكرم وتبقى سنه حلوه. ربنا يوفقك يا مجدي، انت تستاهل كل خير، فنان وانسان، وانا كنت مبسوط جدا ان انت كنت معانا النهارده. انا مبسوط والله. شكرا ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك. تسلم.